السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي، النهاردة إن شاء الله هنحل مع حضراتكم 3 نماذج جايين في كتاب الورك بوك، طبعا لا يخرج عنهم الامتحان طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية 2021. وأول سؤال عندنا دايما بيجي بيقول لك إيه؟ listen and circle the word with a short vowel. بيديني 4 groups of words، 4 مجموعات من الكلمات فيهم ايه؟ كلمتين، واحدة long واحدة short. احنا عاوزين ناخد الكلمة اللي فيها ايه؟ short vowel. number one، عندي tune up. طبعا عندي هنا يو هنا يو، في واحدة long وفي واحدة short. tune up طبعا القصيرة ايه؟ up، لان اليو لما يجي بينها وبين الايه حرف تاني بتبقى ايه؟ بتبقى long. two عندنا fit feet. fit feet طبعا هناخد ايه؟ فيت، الاي هنا شورت فاول. 3 نايت بن، نايت بن طبعا هنا الاي هي اللي ايه؟ شورت فاول. 4 عندنا ايه؟ بوكس كود، بوكس كود طبعا عندنا ايه؟ الاو هنا شورت فاول. 2 listen and complete with one word. هنسمع الى الجمل من المعلم وهنكمل الكلمات الناقصة. نمبر 1 عندنا ايه؟ I want a kitten. I want a kitten يعني انا اريد ايه؟ قطة صغيرة. kitten. 2 This camera is mine. This camera is mine هذه الكاميرا ايه؟ ملكي. mine يعني ملكي انا. They go to school by bus. They go to school by bus عندنا go يذهب. He exercises in the morning. He exercises in the morning يعني هو يتمرن في الصباح. عندنا كلمة ايه؟ exercises يتمرن. 3 read and write true or false. عنده صورة وعليها ايه؟ 4 جمل. بقرا الجملة ولو صح بحط ايه؟ تي في كلمة ترو يعني الكلام ده صحيح، ولو الجملة غلط بحط ايه؟ اف في فولس. نمبر 1 My mother is a teacher. أمي معلمة طبعا الكلام ده ايه؟ ترو فعل معلمة. I have maths on Monday. أنا عندي رياضيات يوم الماندي. طب هنا ماندي، تعالوا كنا نشوف على الصورة مكتوب فيها ايه؟ Thursday. يبقى الكلام ده ايه؟ فولس خطأ. They are at home. هما دلوقتي فين؟ في البيت طبعا الكلام ده ايه؟ فولس. هما فين؟ at school في المدرسة. the boy looks for his book. الولد يبحث عن كتابه طبعا لا فولس. السؤال الرابع بيقول لي ايه؟ read and circle the odd word the odd one يعني هنقرا ونعمل دلع الكلمة الايه؟ المختلفة. number one بيقول لك ايه؟ train قطار بوب كورن فشار باص اتوبيس فيري معدية. طبعا درع البوب كورن البين عند ايه؟ ترانسبورتس اللي هي وسائل المواصلات. رابت ارنب ميت لحمة كيك كيك فيجيتابلز الخضروات طبعا عند ايه؟ دول كلهم ايه؟ اكلات. ارنب ده ايه؟ انيمال حيوان. ريد احمر بلو ازرق قيد طائرة ورقية وايت ابيض طبعا عندي 3 colors 3 الوان وقيد هي الايه؟ المختلفة. كي مفتاح امبريلا شمسية ولد محفظة دك بطة طبعا دول ايه؟ اشياء. ده ايه؟ 5 choose the correct answer from A B C or D. هنقرا ونختار الاجابة الصحيحة من A او B او C او D. number 1 not you want vegetables. اليو اسأل عنها بايه؟ what do does have. هقول له ايه؟ Do you want vegetables يعني هل أنت تريد الايه؟ الخضروات. He not videos at night. He not videos at night. Watches washes طبعا دي يشاهد دي يغسل. Wants you read where's your daddy طبعا عندنا ايه؟ watches video يعني يشاهد فيديوهات. What time does it not. What time يعني ما وقت. ما وقت ايه؟ love leave يغادر بعد كده اللي ورقة شجر بعد كده عندنا ايه؟ life عيش طبعا عندنا ايه؟ what time does it leave يعني ايه؟ متى سوف يغادر. ده على الدرس بتاع الايه؟ القطار.
We go to work. نحن نذهب إلى العمل. نقط underground اللي هو مطر الأنفاق. وسائل المواصلات بتاخد قبلها إيه سنة رابعة؟ on, in, by, at. طبعا بتاخد كلها إيه؟ حرف الجر by. 6. Look and answer the questions and A for pictures. أربع صور كل صورة تحتها سؤال بجاوب عليه. What is he doing؟ هو بيعمل إيه؟ أول ما ألاقي كلمة doing فيها ing لازم الإجابة تحت برضه تكون فيها إيه؟ ing ده إيه؟ present continuous والمضارع على إيه المستمر. أعمل عملية المقص. Is he تبقى he. Is طبعا ده بياكل هنقول إيه؟ eating هنحط لها إيه؟ ing. How does he go to work؟ هنقول he. الجو في الإجابة هتبقى إيه؟ goes. تاخد الإيه بتاعت المضارع. To work. إيه الوسيلة اللي عندنا؟ هنقول إيه؟ by taxi. بيروح شغله بالتاكسي. 3. Do you want pasta؟ هل تريد الباستا؟ طبعا وعند علامة صاحب هو عايز. هنعمل عملية المقص هنقول إيه؟ yes. يلا يو تقلب الى اي ودو تنزل تبقى ايه يس اي دو. از ذس يور جاكيت هل ده الجاكيت بتاعك هنقول ايه يس اي حاجه غير عقل اقول عليها ات يس ات از. بعد كده عندنا 7 لوك اند رايت 3 سنتنس هنبص للصوره نعمل ايه 3 جمل بس طبقا لمواصفات السنه دي مطلوب مني 4 مطلوب مني 4 مش تلاتة يعني مواصفات السنة اتغيرت سنة رابعة هعمل أربع جمل على الصورة تمام. عندي أول حاجة بص عندي إيه أقول إيه she is a girl هي فتاة نقول إيه كمان عندي سيارة أقول إيه أي حاجة غير عقل عندي في الصورة على إيه it's a car نقول إيه كمان I can see the sun عندي شمس في الصورة. البنت اللي بتعمل ايه she washes the car تغسل السيارة امتى سنة رابعة شمس عندي طلع يبقى ايه in the afternoon بعد الظهيرة كده خلاص عملنا ايه اربع جمل. بعد كده عندنا البانكيت ويت ذا فولوينج طبعا برضو السنين اللي فاتت كلها كان بيجيب لي ايه تلات حاجات ناقصين في الجملة. السنة دي طبقا لمواصفات الورقة الامتحانية 2021 بندور على أربع حاجات ناقصين عندي في الورقة سنة رابعة في الجملة. خلاص أنا هنا ايه هدور على أربع حاجات في الجملة بس طبعا دي هلاقي فيها ايه تلاتة بس طبقا لمواصفات السنوات السابقة لكن السنة دي بدور على أربعة. Don't worry I have one طبعا عندي دي أول كلام مش معمول هعملها. وهنا عندنا الابوستروفي وعندنا طبعا الايه الاي لازم اعملها الضمير الوحيد اللي بعمله وسط الجمله كابيتال. سامبل تيست 2 النموذج الثاني او الاختبار الثاني listen and circle the word with the short vowel تعالوا كده عشان نختار الكلمه اللي فيها شورت فاول. نمبر 1 لود رن لود رن فين اليو القصير هنا السنه الرابعه طبعا عندنا ايه رن. 2 عندنا كي بيت كي بيت طبعا ايه بيت. كار كيك كار كيك طبعا عندنا ايه كار. جود بوت جود بوت طبعا عندنا ايه بوت. السؤال التاني يقول لك ايه listen and complete هنسمع وهنكمل الفراغات اللي عندنا. شي واشز ذا كار يعني هي غسلت السيارة كلمة ايه وشز يعني ايه يغسل. We don't want pasta. We don't want يعني نحن لا نريد الباستا. I can't find my mom. I can't find my mom يعني ايه انا لا اجد امي. This chicken is mine. الدجاجة دي ايه ملكي او بتاعتي. 3 read and write true or false. Number 1 The girl exercises in the afternoon. البنت بتتدرب بعد الظهر اه طبعا الكلام ده ايه صحيح عندنا في الصورة. They do homework at night. They do homework at night بيعملوا واجب بالليل لا طبعا لو بصينا كده هلاقي الشمس طالعه بره يبقى ده ايه if. The
The girl watches videos. The girl watches videos. البنت بتشاهد الفيديوهات. لا ده بيتمرنوا مدايف. They are at school. هما في المدرسة. لا طبعا ده هما at home. يبقى الكلام ده ايه؟ if. بعد كده عندنا ايه؟ read and circle the odd one. هنعمل ده على الكلمة المختلفة. number one. leg اللي هي الرجل او الساق. nurse ممرضة. vet طبيب بيطري. teacher معلم. طبعا عندنا ايه؟ leg. لان ده ايه؟ parts of the body. اجزاء الايه؟ الجسم. butter زبدة. pasta اللي هي المكرونة. exhibit جلسز نظرة. طبعا هي المختلفة من دول ايه؟ food اطعمة. parrot ببغاء. rabbit ارنب. nurse ممرضة. تيرتل سلحفاة. طبعا النرس هي اللي مختلفة. ورقة محفظة انجليش انجليزي. كاب اللي هو الكاب. بوكس اللي هو الصندوق. طبعا عندنا ايه الانجليش ده ايه ثينجز اشياء. 5 choose the correct answer from A B C or D. number 1 نقط glasses are mine. النظارة تعامل معاملة الجمع. هقول عليها ايه this those that there. طبعا ايه those glasses اسم اشارة للبعيد الجمع. let's not videos انا هعمل ايه الفيديوهات دي سنة رابعة. watch وشاهد. sing اغني. wash يغسل. exercise يتمرن. طبعا عندنا ايه watch videos. نقط have a blue jacket. blue jacket يعني ايه jacket ازرق. have مين اللي بياخد have في سنة رابعة. he she I it. طبعا عندي الهي والشي والات بياخدوا ايه بياخدوا هاز يملك او عنده. والاي والوي والذي واليو بياخدوا هاف. طبعا عندي منهم مين اي. هاو دو يو نقط تو سكول. اسال على ايه سكول قصدي الورك. كيف نقط الى العمل. جو يذهب. دو يفعل. فايند يجد. ليف يغادر. طبعا ايه هاو دو يو جو تو ورك يعني كيف تذهب الى الايه العمل. 3 look and answer the questions. هنبص للصورة ونجاوب على أسئلة. what are they doing بيعملوا ايه. قلت طبعا طالما عندي doing لازم اجاوب ايه بحاجة فيها ing عملية المص. يبقى they are بيتمرنوا. exercising. when does it leave الاوتوبيس هيغادر الساعة كام. هنقول ايه it leaves لان عندي does. احط في الليف طبعا الاس بتاعتها بتاعت المضارع. it leaves at 5:30 الخامسة والنصف. is she a teacher هي المعلمة. طبعا الكلام ده صحيح اقول yes. عملية مقص يبقى الشي تنزل الاول والاس تنزل بعدها. she is. what is this ما هذا نقول ايه اي حاجة غير عقرة ولا على هاي. it's a ده ايه parrot ببغاء. بعد كده عندنا السؤال بتاع الصورة اللي هعمل عليها جمل. وقلنا ايه طبقا لمواصفات السنة دي 2021 هنعمل ايه اربع جمل مش ثلاثة. احنا شايفين مثلا ايه ممكن اقول I can see a boy دي طريقة للجملة. انا ارى ولد. ممكن اقول ايه it's a bus عندي اتوبيس. اتوبيس زي حجمه كبير. اقول ايه It's a big إنه كبير. طيب ممكن الولد يقول لي إيه I go to school أروح المدرسة بإيه باي بس أنا أذهب إلى المدرسة بالإيه بالأوتوبيس. كده عملنا أربع جمل سهلة بسيطة. البنك تويت طبعا قبل كده كان بإيه بيبقى عندي ثلاث حاجات بس ناقصين في الجملة. السنة دي بدور على أربعة يا سنة رابعة. Let's go to the cinema on Friday. Let's go to the cinema on Friday. طبعا عندي ايه ال اول كلام هعملها ابوستروفي. طبعا عندنا ايام الاسبوع لازم اعمل اولها ايه حرف كابيتال اهو كده. عندنا sample test 3 اختبار التالت. listen and circle short vowel. number 1 blue gum. blue جم. طبعا عندنا ايه جم. شورت يو. كات كيك. كات كيك. طبعا عندي كات شورت اي. بوكس هوم. بوكس هوم. عندنا
عندنا بوكس شورت او. بي بيت بي بيت، طبعا عندي البيت فيها شورت اي. بعد كده عندنا listen and complete with one word، هنسمع وهنكمل ايه بالكلمة الناقصة. number one، my father is a doctor. دكتور يعني ايه؟ طبيب. sorry I am busy، انا اسف انا ايه مشغول، مشغول busy. اهو بسمع السؤال سهل جدا، بسمع وبكتب الكلمات الناقصة. he has jacket، has يعني لديه او عنده. let's go to the cinema، let's يعني هيا نذهب الى السينما. بعد كده عندنا read or write true or false. number one، the baby is in the bath، الولد في الحمام. true، يستحمى. the fish is in the sky، السمك عندي كده في السماء. لا طبعا if. the baby listens to music، الولد ده قاعد يسمع الى الموسيقى. طبعا if، غلط. the fairy المعدية اللي ماسكها الولد ده واللي جنب الولد في المية. is in the sea، في البحر. طبعا ايه if. four read and circle the odd one، Saturday السبت. كريم، واحد اسمه كريم. Monday الاثنين. Tuesday الثلاثاء. طبعا كريم دول ايه days of the week، اللي هي ايام الاسبوع. exhibit knees الركبتين، feet اقدام، fingers اصابع اليد. عندنا x parts of the body. exercise يتمرن. want you read blue ازرق، walk يمشي. طبعا عندنا ايه blue ده color، ما ينفعش يجي مع الفيربس اللي هي الافعال. lizard سحلية، kitten كتة صغيرة. turtle سلحفاة، bass اللي هو الايه الحمام، ما ينفعش تيجي معاهم. 5 choose the correct answer from A, B, C or D. number 1، he not videos at night، طبعا انا عندي هي ده فاعل مفرد، الفعل بتاعه في المضارع لازم ينتهي بايه بالاس. هنعمل ايه للفيديوهات؟ watch، watches، watching، to watch. طبعا كلهم ايه يشاهد، بس دي الوحيده اللي تنفع مع ايه مع الهي، لانها ايه تنتهي بالاس بتاعه المفرد. I don't know at meat، انا نقط اللحمه، نقط مش اللحم، مش عايز ايه. want you read go، يذهب. drink يشرب. hurt يؤلم او يؤذي. طبعا I don't want meat، انا لا اريد اللحمه. منى نقط اريد جاكيت، جاكيت احمر. اقول منى ايه؟ has لديها، doesn't have don't. طبعا has يعني ايه منى لديها، تاخد has. whose يعني ملك من، نقط are those، بسال على حاجه جمع. الجمع عندي بوكس صندوق، جلاسز نظارة، سكيرت جيبة، ولد محفظة. طبعا عندنا ايه النظارة تعامل معاملة الجمع، تبقى هوز جلاسز ار زوس، يعني النظارة دي ملك من. السؤال السادس، look and answer the question، ببص للصورة واجاوب على السؤال. what does she do، ماذا تفعل؟ طبعا عندي does، يبقى اقول ايه she، يستخدم كمبيوتر يعني ايه use. طبعا بحط لها اس المفرد مع مين؟ مع she. she uses ها كمبيوتر. قلت لو عندي doing لازم الإجابة تحت ده ايه كان بقت ايه using. طالما عندي do هحط لها الاس بتاعت المفرد، لان عندي بس العلامين على الشيء. هنا what are these، عملية المقص، يبقى ايه these are cars، ايه هم دول؟ قلنا دول ايه سيارات. how do you go to work، كيف اذهب الى العمل؟ اقول ايه اريد تقلب الى اي، تبقى اي go to work by ferry، انا بروح بالايه بالمعدية. السؤال الرابع، what does she look like، كيف تبدو او تشبه ايه لما كان بيدور على مامته؟ قال لك she is، عندنا كده في الدرس tall يعني طويلة، and thin طويلة وايه ونحيفة سنة رابعة. 7 look and write 3 sentences، ولا طبعا هنعمل ايه هنبص للصوره، مش هنعمل 3 السند، هنعمل ايه 4، 4 جمل. عندي بنت اقول ايه she is a girl، عندي ولد اقول ايه he is a boy، ايه كمان شايفين ايه في كمان عندنا في الصوره شباك، اقول ايه there is window. طب
الولاد دول بيعملوا ايه؟ they هم do هم work، بيعملوا الواجب بتاعهم in the morning في الصباح. عرفت منين؟ عندي الشمس كده لسه طالعه عندي اهي في الشباك. اخر حاجه عندنا البانكوت ويت، قلنا طبقا لمواصفات السناد هدول على اربع حاجات ناقصين عندي ايه في الجمله بتاعتي، لكن قبل كده ايه هتلاقي جايب لك ثلاثه بس. لا، السناد هدور على اربع حاجات ناقصين عندي في الجمله. علي ان منى دونت وانت باستا، طبعا عندي الايه بتاعت علي اول كلام، افضل ماشيه كده هنا عندي الايه الابوستروفي دونت وانت باستا، دي طبعا هي جمله احط في الاخر ايه الفول ستوب. وبكده نكون انتهينا من حل ثلاث اختبارات اللي جايين في كتاب الورك بوك، وطبعا مش بيخرج عنهم اي امتحان. نتمنى نكون افدناكم النهارده ولو بجزء بسيط من المعلومات. نتمنى لكم النجاح البهر والتوفيق ان شاء الله. يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله كل جديد. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو علشان نستمر، واستنونا ان شاء الله في حل المحافظات السابقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.